البصل المقرمش، قليل من الزيت على حرارة مرتفعة، نحط البصلة مفرومة والبصلة معلقة دقيق كبيرة ومعلقة نشا صغيرة، نخلطهم مع بعض وبنخل الطحين اللي هو الدقيق والنشا، بنخل وبنحطه على الزيت الحامي مسبقا، وهيك حتى يقرمش النشا والطحين، بخلوا البصل مقرمش شوية، تحريك باستمرار مثل ما انتو شايفين، كتير كتير روعة. نحطه في المصفاية، نوضع في المصفاية حتى ينزل كل الزيت، انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.